عبر كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي عن استيائهم بعد أن أقر البرلمان الصيني قانوناً جديداً للأمن القومي لهونغ كونغ. هذا ويمنح القانون الذي أقرته حكومة الإقليم الليلة الماضية استثناءً للسلطات الصينية لممارسة الولاية القضائية على عدد من القضايا الجنائية، كما يسمح لوكالاتها الأمنية بالعمل في هونغ كونغ. وعلى صعيد آخر، أعلن حزب ديموسيست السياسي الذي أسسه ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ حل نفسه بعد إقرار القانون، ويوافق اليوم الأربعاء الذكرى السنوية لقيام بريطانيا بنقل السيادة على هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997. وبينما احتفلت السلطات الرسمية بذكرى التسليم وقانون الأمن الجديد، تم حظر المسيرة التقليدية المؤيدة للديمقراطية لأول مرة منذ 17 عاما. حذر أنتوني فاوتشي العضو البارز في فريق عمل البيت الأبيض المعني بشأن فيروس كورونا من أن أمريكا قد تشهد تزايداً في أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 40,000 إلى 100,000 في اليوم. وقد ذكر فاوتشي في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأمريكي أن تفشي الفيروس في ولايات الجنوب يعرض البلاد بأكملها للخطر، كما أعرب عن قلقه بشكل خاص بشأن الولايات الأربع التي تمثل حوالي نصف الإصابات الجديدة، والتي تشمل ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس. اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة على وضع قائمة تتضمن 14 دولة آمنة سيسمح باستقبال المسافرين منها، وقد ضمت القائمة استراليا وكندا واليابان والصين على أن يسمح في المقابل للمسافرين من الاتحاد الأوروبي بالتوجه إلى الصين، بينما تم استبعاد الدول التي تعاني من ارتفاع كبير في الإصابات مثل أمريكا والبرازيل وروسيا فلم تشملها القائمة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقارير التي أفادت بتقديم روسيا مكافآت سرية لقتل قوات التحالف في أفغانستان قد تم تأكيدها من خلال المعاملات المالية التي اكتشفتها أجهزة المخابرات الأمريكية، بينما انضم جون بولتون المستشار السابق للأمن القومي في إدارة الرئيس ترامب إلى الديمقراطيين في الدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا إذا تبين صحة هذه الادعاءات، في حين رفض رئيس ترامب تلك الادعاءات ووصفها بالخادعة. قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حزمة مساعدات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد البريطاني خلال جائحة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يمول هذا المبلغ مشروعات بناء المنازل والبنية التحتية، بينما وصف بعض المنتقدين الحزمة الجديدة بالمتواضعة للغاية. ومن ناحية أخرى، تواترت أنباء بإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة بمدينة ليستر بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. أعلنت شركة النفط والغاز الأنجلو-هولندية رويال داتش شيل، والتي تعد الشركة الأكثر تحقيقاً للإيرادات على المستوى الأوروبي، أنها ستقوم بتخفيض أصولها بما يصل إلى 22 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط جراء جائحة فيروس كورونا. كما توقعت الشركة انخفاضاً بنسبة 40% على أساس سنوي في مبيعاتها للربع الثاني من العام الجاري إثر قيود السفر المرتبطة بالجائحة.